الحدائق العامة دائما ما يكتمل إنشاؤها ثم تفتح أبوابها للزوار، لكن هنا اختلف الأمر، فأمانة منطقة الرياض دعت الأهالي ليساهموا في زراعتها، فتفاجأت بأعداد المتفاعلين من الشباب وحتى الأطفال، بعضهم قدم من أحياء بعيدة. قامت الأمانة بتأمين كافة المتطلبات لهذه الفعالية، ومنها ما ترون من وسائل الزراعة وكذلك المزروعات والأشجار والزهور، ليقوم المتطوعين بزراعة هذا الحديقة، ومن ثم يقوم هم بافتتاحها للناس كي يرى الناس نتاج وثمرة عملهم هم ومشاركتهم في الأعمال الوطنية. المتفاعلون دفعتهم مشاعرهم إلى المشاركة كما يقولون، بعد إدراكهم دور المواطن في التنمية، خاصة بتزامنها مع اليوم الوطني للمملكة. نساعد، يعني احنا نخدم الوطن، جايين نساعد، مو بلازم العمال، احنا بعد لازم نشتغل. هذه حدائقنا وحدائق اخواننا وحدائق اطفالنا وحدائق جيراننا واصحابنا، اذا ما اهتمينا فيها من اللي يهتم فيها؟ احنا موجودين كشعب، يعني وطن واحد، نزين الحدائق ونزين اي شيء، واحنا في خدمة هذا الوطن. اول شيء خدمة الوطن، ثاني شيء نبي بيئة حلوة كذا ومناظر حلوة، وما شاء الله الشباب ما قصروا، كلنا يد واحدة وسوينا شيء، يعني شيء بسيط للوطن. يتولى المتطوعون زراعة أكثر من 50,000 زهرة و200 شجرة ونخلة، إضافة إلى 3,000 متر من المسطحات الخضراء، في مشهد يجسد التعاون والحرص على العناية بالأماكن العامة. محمد بن حسين، الإخبارية، الرياض.